الدياجستريك ماسل اللي هي تو بيليز او تو هيدز. الانتيرو بيلي في الامبريولوجي ديفلوبد من منطقه، والبوستيرو بيلي ديفلوبد من منطقه ثانيه خالص. دي جايه من فارنجيال ارش ودي جايه من فارنجيال ارش مختلف. بان الكلام ده في النيرف سبلاي بتاعك. ايه هو النيرف سبلاي اوف ذا انتيرو بيلي؟ الانتيرو بيلي اللي نايمه على المايلوهايويد، ويبقى النيرف سبلاي بتاعها نيرف تو مايلوهايويد اللي جاي من الفيفث كرينيال نيرف اللي هو من المانديبولا اللي هو تراجيمن. بعكس البوستيرو بيلي، البوستيرو بيلي يا جماعه طالعه من الميديال اسبكت اوف ماستويد بروسيس. مين اقرب نيرف من الميديال اسبكت اوف ماستويد بروسيس؟ الفورامين الشهير اللي اسمه ستايلو ماستويد فورام، اللي طالع منه قال فيشال نيرف اللي هو السيفنس كرينيال نيرف. فحسب الفارنجيال ارش، الفارنجيال ارش اللي النيرف سبلاي بتاعه تراي جيمينال سبلاينج المايلوهايويد والانتيرو بيلي اوف دياجستريك، بينما الفارنجيال ارش اللي النيرف سبلاي بتاعه الفيشال نيرف وطالع منه البوستيرو بيلي اوف دياجستريك سبلايد بالفيشال. فعلى فكره فرق النيرف سبلاي عشان فرق الديفلوبمنت في الامبريولوجي. نبص يا جماعه المنطقه بتاعت النك بتتقسم لتراينجلز. التراينجلز اوف ذا نك، التراينجل اللي يهمني حاليا يعني مبدئيا التراينجل ده اللي محصور ما بين الترانجل ده يا جماعه اللي محصور ما بين البوستيرو بيلي اوف دياجستريك والانتيرو بيلي اوف دياجستريك و اللور بوردر اوف ذا ماندبل. الترانجل ده يا جماعه عشان محدود مينلي بالدياجستريك مصل بيتسمى دياجستريك ترانجل، وعشان اهم ستراكشر موجود فيه السب مانديبولار سليفري جلاند. والتراينجل ده اصلا تحت مين؟ تحت المندبل. فعشان كده التراينجل ده اسمه سب مانديبولار تراينجل. فالسب مانديبولار تراينجل هو الدياجستريك تراينجل. واي تراينجل عايزين له كام ضلع عشان نحدده؟ 3. ادي الانتيرو بوردر اللي هي مين؟ انتيرور بيلي اوف دياجستريك. وادي البوستيرور بوردر، بوستيرور بيلي اوف دياجستريك. وفين البيز؟ لفوق اللور بوردر اوف ذا ماندبل. وخط وهمي من الانجل اوف ذا ماندبل للماستويد بروسيس. فاللور بوردر اوف ذا ماندبل وقفت هنا. فعشان اكمل بقى المثلث والبيز بتاعه هروح مدد خط وهمي من الانجل اوف ذا ماندبل للماستويد بروسيس. الايبكس بتاعنا طبعا لتحت، فين هو؟ عند الانترميديت تندون اوف دياجستريك، مكان ما هي فيكسد في الهايويد بون باي فايبرس باند. السب مانديبولار ترانجل دون او الدياجستريك ترانجل اهم ستراكشر في مين؟ السب مانديبولار سليفري جلاند والسب مانديبولار ليمف نودز. ينتج عن ذلك كتير قوي هيجي لك عيانين ان شاء الله بسويلنجز هون في السب مانديبولار ريجن. وكتير قوي منكم على فكره بعد المحاضره وبعد السكيل لاب تيجي تقول لي ده انا حاسس ان هون حاجات يا دكتور. ايه السويلنج ده اللي محسوس فيك او اللي بيجي في العيانين بالمنظر ده هون؟ الكومنست سويلنج في اي تراينجل في النك از ليمف نود انلارجمنت. السكند كومن سويلنج بقى ده اللي احنا بنلعب فيه بيختلف بقى من تراينجل التاني. فمثلا في التراينجل اللي احنا بنتكلم عليه في السب مانديبولار تراينجل السكند كومن سويلنج از سب مانديبولار سليبري جلاند سويلنج. ماشي، نقف بقى هنا كده واقفه عشان ناخد بقى السب مانديبولار سليبري جلاند.
شكرا.